وأنا الحقيقة يهمني الناس خصوصا أجيال معينة تعرف أحلام كيف وصلت وكيف تعبت وكيف تكونت شخصيتها وكيف في لحظات من الحياة لو استسلمت أحلام يمكن ما كانت موجودة اليوم. صحيح. إيه خلينا نبدأ من الصغر. أنت ابنة يعني الإمارات، إماراتية بحرينية، دراستك بين هنا وهناك، خلفيتك إسلامية، دراسات إسلامية، حتى هذا يطلع أحيانا منك في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. حدثيني عن النشأة والتكوين كيف كانت؟ احنا بيئتنا واحنا صغار ربينا في البحرين بحكم الظروف، يعني الحياة أول هالإمارات يروحون البحرين، هالقطر يجون الإمارات، هالكويت هالبحرين يروحون الكويت، يعني هذا هو مجتمعنا. البحرين برد، يعني أهل البحرين حتى كثير طيبين. نعم صحيح. يمكن إحنا تعلمنا من البحرين الطيبة بعد. بيئتنا عادية، كنا عايشين أمنا وأبونا وإخوانا ومجتمع بسيط. أبوي كان فنان طبعا مطرب، ما كنت أتجرأ أغني قدامه، بس كان يعني عشنا هذا الجو الفني وإحنا صغار. طفلتنا كانت حلوة، حميمية، كان فيها حميمية، يعني بصمة الكثير من الناس ذاك الوقت. اليوم حتى نحن، يعني أنا وخواتي وأمي الله يطول عمرها، مرتبطين جدا، لأن نحن من يوم إحنا يهال مرتبطين مع بعض. طفولة عادية. نعم. في أحلام كانت عند أحلام وعند أخوات أحلام وأهل أحلام ذاك الوقت كانت صعبة، اليوم أحلام هي اللي تحققها للجميع. أنا أعرف ما تبغى نتكلم عن هذه النقطة، بس يهم الإنسان إذا وصل مراحل أحيانا ينسى نفسه ويتذكر اللي حوله. طبعا طبعا أكيد أكيد. أنا أعتبر، يعني أنا أعتبر عند أمي وإخواني وخواتي الأخت العودة. أنا مش الكبيرة، بس أمي يعتبروني الأخت العودة الله يطول عمر خواتي وإخواني وأمي. أعتبر نفسي مسؤولة عن أهلي، هم أهلي سبب توفيقي بعد الله سبحانه وتعالى. بره تبره. الحمد لله اليوم أشوف عيالي لما ينجحون ويطلعون مدارسهم الأوائل، أقول يمكن هذا من الأشياء الزينة اللي أنا أقدمها حق أمي وأهلي. صحيح. الواحد مهما سوى لأهله ما يطلع من جزاهم. فأنا أحب أني أسوي هالأشياء لأهلي، يعني أسوي بحب. إيه وباستمتاع ورضا. الوالد فنان معروف كبير، توفى في رحلة الحج وهو رايح للحج. بعد وفاة الوالد كيف كانت الحياة؟ الله يرحم أبوي. أنت تعرف حياة الفنانين، اللي أنت اليوم اللي عيش في بيئة مجتمع واحدة أبوها فنان، أكيد حتى الحياة الاقتصادية عالية. بعد ما مات أبوي كان عنده شركات مقاولات. بعد ما مات أبوي إحنا كنا أطفال. أبوي مات في 89، يعني كنا صغار ما نعرف حق الحياة. دخلنا في كثير مشاكل مع الناس اللي كانوا مع أبوي، لين ما وصلنا مرحلة إننا إحنا كنا نشتغل عشان نساعد. كلنا كنا نشتغل عشان نساعد في البيت. يعني أنا كنت أدرس وكنت أدرس، كنت أدرس حتى أنا وصلت في الكلية. لما كنت أدرس في كلية دراسات إسلامية كنت أدرس، وكنت الأيام اللي ما عندي دراسة كنت أدرس في مدرسة اسمها الهورايزن سكول في الإمارات في دبي، كنت أدرس قرآن. أنا ربي عطاني ملكة الحفظ، يعني ممكن أحفظك القرآن في شهر، تحفظ القرآن. عندي هاي الملكة من رب العالمين. حافظة أنت القرآن بالمناسبة؟ أحفظ الحمد لله، حافظ القرآن الحمد لله، مو كله بس حافظة كثيرة منه، حافظة أجزاء كثيرة منه الحمد لله. أحلام، أنت اسمك ميثا،
الأحلام هذه ممرضة مصرية لها الاسم له علاقة قصة اسمي؟ اي أنا صغيرة وأنا يعني أول ما ولدتني أمي اي سموني ميثة. اي اسم شهير في الإمارات هو طبعا هو أصلا الاسم هذا ما يسمونه إلا بناء يعني القبائل و نعم. يسمون هذا الاسم. وأنا صغيرة أختي كانت شايلتني فطحت وانقطع هنا عندي. الممرضة اللي عالجتني كنت في حالة خطرة جدا. والممرضة اللي عالجتني اسمها أحلام، هي مصرية. فلما قالوا طلعت من العمليات وقالوا إني أنا بخير، أبويا قال راح أغير اسمها من ميثة إلى أحلام. وصرت أحب الاسمين ميثة وأحلام، بس إنه أنا أصلا اسمي يعني من يعني حتى لما ولدت لم يكتب في وثيقة ميلادي أو شهادة ميلادي أني ميثة، أنا اسمي أحلام.